الى هذا الويكند كتقلبوا تزوروا شي وجهه سياحيه جبليه تكون مبرده مكالميه فين ترتاحوا وتكون مختلفه على كاع المناطق اللي فايتين زرتو في المغرب، ما عليكم غير تخلطوا عليا دابا نيت لمدينه افران. باش توصلوا لمدينه افران عندكم 62 كيلومتر تقريبا من مدينه مكناس على طريق الحاجب. تقدروا تمشيو ليها اونوتوكار ولا في تاكسي كبير ابتداء من 35 درهم للبلاصه. افران يا افران، من ديما هواها وشوارعها نقيين، من ديما منظمه وكتخلي العين والنفس فين ترتاح. وعلى هادشي منين ما دزتو عندكم فضاءات خضراء مجهزه بجريدات فين تجلسوا وتستمتعوا بانتعاش ديال المدينه، خصوصا ملي كتكون كلها مغطيه بالثلج. واحد خلاص الى جيتوا لهنا ما تنساوش تصوروا وليداتكم حدا تيمتال السبع، وباش تنتعشوا كنصحكم تدوزوا العين فيتال. شي طاغ تخليكم ترفعوا على راسكم في وسط افران، عندكم فضاءات خضراء فين تقدروا تمشاو، يمكن لكم تمشيو لعين فيتال، ديروا لا روندوني، تركبوا على الخيل، كيديروا بكم جوله صغيره ابتداء من 30 درهم، كيف ما يمكن لكم ديروا دي بيكنيك. وإلا كان عندكم مع الجولف، عندكم دي كلوب دو 18 خو. اما الى كتاب وجيتوا لافران فوقيت الشتا والثلج فعندكم المنتجع ديال ميشليفن اللي تقدروا ديروا فيه سكي، ولاد المنطقه يكريو لكم كاع المستلزمات اللي غادي يخصوكم لهذا النوع من النشاط. ملي تبغوا تغداو عندكم قهيوات وريستورات في وسط افران كيقدموا لكم اطباق متنوعه باثمنه كتناسب ميزانيه كل واحد فيكم. لقاتكم الغدا في عين فيتال عندكم الناس تما كيقادوا الطواجن. اما بالنسبه للمباته فافران صراحه كتستحق الواحد يدوز فيها الليله، ولهذا الشيء عندكم اوتيلات، عندكم مقاوي سياحيه في وسط المدينه، كيف ما عندكم حتى دي فيرم دوت في الخرجه ديال المدينه، والاثمنه فراه كتبدا من 150 درهم الواحد وداخل فيها الفطور. قولوا لي كيف جاتكم السياحه في افران؟ انا الصراحه وقت ما كنجي ليها كنرجع بحيويه وبروح جديده، واذا بغيتوا حتى نتوما تحسوا بهذا الشيء خاصكم تجيو وتدوزوا فيها الويكند، وحيت انا ما سخيتش بها قررت ندوز فيها الليله باش حتى الغدا ونكملوا الويكند في منطقه قريبه لهنا. تبقاو على خير، سلامه. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.